نعود مشاهدينا لمتابعة هذه التغطية. ينضم إلي في الاستوديو الدكتور أنطوان صفير، عضو اللجنة الدستورية في الرابطة المارونية. دكتور صفير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، مرسي، شرفت. تحت يعني الهواء كنت عم تقول لي أنا كتير مبسوط وبعدني كأني حاسس حالي بحلم. ليه؟ يعني مهم كتير أنه نشهد بأيامنا زيارتين بابويتين. زيارة أولى من 15 سنة وقت لبنان كان يعاني ما يعانيه، وزيارة بعد 15 سنة من بابا آخر بعده لبنان عم بيعاني، في أثقال ذهبت وفي أثقال بعدها موجودة، ولكن مهم اللي شفناه اليوم في بيروت هو استكمال لثلاث صور. الصورة الأولى كل زعماء لبنان وكل طوائف لبنان تتحلق حول قداسة الحبر الأعظم. نعم. اثنين، شبيبة لبنان بهذا الحزم وبهذه الحماسة عم تتطلع في مقر البطريركية المارونية التاريخي إلى بابا روما على أنه صوت الضمير ليس زعيما سياسيا. والبابا كان امبارح شفته متأثر وقت عم بيطلع بالشبيبة، عم بيشوفهم، وكلمة واضحة: أنتم مستقبل كنيستكم ولبنان وبلدانكم، لا تهاجروا، لا تصنعوا مستقبلا زائفا في غير بلدان. والملفت هو الحضور من البلدان المجاورة طبعا. أيضا والمشاركة المباشرة باللقاء، يعني التحية إلى الشباب السوري. يعني الصورة الثالثة اليوم، يعني المؤمنين الزاحفين بكل قلب ورب إلى بيروت، إلى قلب العاصمة، ليواكبوا قداسة الحبر الأعظم. كمان الأعداد فئة التصورات، يعني إن كان بالعدد وإن كان بالناس اللي على الطرقات، وبعرف أنه يمكن لأسباب أمنية لم يسمح بالأمس أو قبل الأمس أنه يكون في أعداد على الطرقات تنزل وتواكب. اليوم كان في حشد كبير من كسروان للمتن لبيروت. هودي ناس كمان ما بيحركن إلا إيمانهم، ما بيحركن إلا تعلقهم بكنيستهم والتأكيد على أنه الكنيسة شو ما صار تبقى صوت الضمير. والبابا وقت اللي بقول سلامي أعطيكم، مش سلامه الشخصي، مش سلام الفاتيكان كدولة ولا كمرجعية للكاثوليك بالعالم، هي سلام المسيح المتجدد دوما. السبب بيقول لقاء الشبيبي، بلقاء الشبيبي أنه ولد المسيح في هذه المنطقة، يعني ما تنسوا أصلكم، ما يخبروكم خبرية. طبعا نحن في تعايش صعب ليس بين الطوائف فقط، نحن في تعايش صعب على مستوى كل الأوطان في المنطقة العربية، وهذا مشان هيك إجا سينودوس من أجل الشرق الأوسط، مشان هيك إجا إرشاد رسولي يحدد ملامح تطور العلاقات بين الحضارات والثقافات والأديان. هون بيقول في خبرة تاريخية مريرة، والخبرة التاريخية بين الأديان نحن بدنا ناخد منها أمثلات لنعرف أنه بين المسلم والمسيحي في رب بيعبدوه، كل واحد عنده طقسه، عنده تطلعاته، عنده الدوغم تبع، عنده العقيدة. هذا ما بيعني أنه لازم يكون في صراع حضارات. كنا غايصين بهذا الإطار مع الأستاذ أحمد الغز قبل ما نستضيف حضرتك دكتور. نعم. وشفنا أنه اليوم النوايا والقلوب ما في شيء عم بيحول دون هالتلاقي هذا، ولكن في عوامل عم بتكون أكبر ومؤثرة بشكل كبير جدا على هالنوايا هيدي، أنه تتعمم وتصير ثقافة حقيقية. برأيك اليوم نحن هذه الثقافة الحقيقية هي المسؤولية المباشرة لمن؟ لتعميمها طبعا. أولا خلينا نقول التجربة اللبنانية هلأ بظل الربيع العربي اللي حكي عنه قداسة البابا بشكل يعني مفصل، مش بشبهه، بشكل عام دخل مدروس للغاية، يعني دخل له من زاوية طموحات الشعوب والشباب، من زاوية أخرى أنه نعم للتغيير نحو الديمقراطية، بس ما يكون في شطط بالتعبير عن الرأي. يعني الثورات وقت اللي بتخرج عن واقعها إلى واقع تطرف وإلى واقع إلغاء الآخر وإسكات الآخر حتى من دينك، يعني بالواقع الأكثر الأقلوي حتى ضمن الدين نفسه، بعتقد أنه هيدا
مشاريع لمشاكل مقبلة. هون قداسة البابا بيقول الربيع العربي هو تكريس لطموحات الشعوب، لازم تضل بإطارة صحيح، وربطه بخدمة العدل والسلام طبعاً. في عالم لا يتوقف فيه العنف من بسط ظل الموت والدمار، هي حاجة ملحة للالتزام من أجل مجتمع أخوي ولبناء الشركة وطبعا الشهادة. كله عم يرجع ينربط بالعنوان الكبير لهذا السينودوس. برأيك دكتور صفير، يعني اليوم إذا بدنا نرسم خارطة الطريق أو خط بياني من خلاله فعلا نبدأ العمل فعليا وتطبيق هذه الخطوط العريضة لكي لا تبقى حبرا على ورق، يعني أولا تجربة الإرشاد الرسولي اللي كان رجاء جديد للبنان بـ97 خلينا نقول لم تكن تجربة كتير مشجعة، هذا نقد ذاتي. ليه؟ لأنه العناوين مهمة. حضرتك بالرابطة المارونية؟ أنا بالرابطة المارونية، بس مش الرابطة المسؤولة عن هذا الموضوع، يعني هذا موضوع، هذا موضوع عام، جزء من يعني الإطار العام. أنا أيضا كنا بلقاء من فترة بسيدة البير لمتعاطين بالشأن العام من وزراء ونواب أو ناس مثلنا أساتذة جامعيين وباحثين. أنا قدمتك مثل براسي صغيرة، قلت سيأتي قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، وبقول أنتوا يا لبنانيين ويا مسيحيين بالتحديد، يوحنا بولس الثاني الطوباوي والبابا والإنسان لديه مكانة خاصة في بلادكم، ماذا فعلتم بإرشاده الرسولي؟ هذا سؤال كبير. نعم. طيب هلأ خلص الإرشاد السابق؟ لا، ما في إرشاد بيخلص، الإرشاد هو إرشاد دائم في الحياة، هو لكل زمان ومكان. ليه؟ لأنه عم بيطلع من الخبرة التاريخية للشعوب، وهذا الإرشاد الرسولي اللي إجا بالأمس إجا من خلال كل الخبراء اللي حكيوا يعني بسينودوس الشرق الأوسط، حكيوا عن المعاناة الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية وكيف منبني مجتمعاتنا وكيف منبني أوطاننا، وهذا مش شعر، هذا كلام حقيقي. وقت اللي بدنا نطلع المسلم والمسيحي بدهم يطلعوا لبعضهم ليس من زاوية الآخر، بل من زاوية كيف بدنا نكمل بعضنا. من هون الكرسي الرسولي كان دائما يتطلع إلى لبنان من بنفس المنظار. هذا ثالث بابا بيجي إلى لبنان. سنة 64 أتى البابا بولس السادس، كان راي على بومباي بزيارة غير رسمية، ولكن مرق بالمطار أحيي، بيقول أحيي لبنان هذا الوطن النموذج في التعايش السلمي. من هداك الوقت البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني بيقول أنه لبنان هو رسالة، ويوجه رسالة إلى مسلمي العالم، وهذه سابقة، يقول فيها إذا سقط لبنان ستكون خسارة للمسيحية وخسارة للإسلام أيضا. وهذا ما قاله امبارح المفتي قباني طبعا أيضا بشكل طبعا واضح. المفتي قباني بالورقة اللي قدمها للغاية، الورقة اللي قدمها يبنى عليها فعلا. ثالثا بالأمس يوم الجمعة شو بيقول قداسة البابا بالمطار بكلمته؟ التعددية الفريدة، من هون منطلق التناغم الفريد. طبعا هيدا التعددية، يعني نحن عم ننطلق من زاوية انه الهوية السياسية للبنان منشوفها بالهويات الدينية المختلفة، وهذا اللي قاله الارشاد الرسولي من اجل لبنان، يعني رجاء جديد للبنان بشكل واضح. نحن ما فينا نطلع من ادياننا، بس تنروح على العلمنة بده يكون في اسس لهذه العلمنة، مش العلمنة الملحدة عم بحكي، العلمنة بما يقوله غبطة البطريرك الراعي فصل الدين عن الدولة، يعني الدولة لكل الناس، المواطن ما في يكون درجة أولى ودرجة تانية، والموضوع النظام الطائفي لا يدخل في إطار مع وضد، النظام الطائفي هو نظام معمول مثل ما فينا نقول سياج، هالتعددية هيدي ما تتفكك، لأنه حتى في ظل النظام الطائفي اللي مطبق بشكل غير متوازن نحن وصلنا للي وصلنا له، في كتير ناس عم تعتبر حالة غير شريكة بالمعادلة بالوطن. استاذ احمد الغز، قبل ما توصل حضرتك دكتور السني اليوم قال ان لا نظام في لبنان، حضرتك دكتور انطوان صفير المسيحي الماروني توافقه الراي على هذا لا القول؟ في نظام بلبنان، بس نحن في ازمه نظام، يعني كل القضايا اللي بنشوفها
اللي ما بدي أقول فيها تدخل من الخارج وأجندات، ويمكن في ناس بالداخل تعمل للخارج أكثر مما تعمل للداخل، من دون ما ندخل بهودي، بعتقد أنه لبنان يعيش أزمة نظام كبيرة، أزمة نظام دستوري وأزمة نظام سياسي في آن معا. يعني بدنا نوصل نعمل قانون انتخاب، عم بتشوف هلأ بيترك قداسة الحبر الأعظم ونعود إلى يومياتنا، نعود إلى يومياتنا. نحن أمام مسؤولية كتير طبعًا كبيرة طبعا إلى الاستفادة. إذا النظام السياسي في لبنان غير قادر أنه يوصل إلى قانون انتخاب يمكن أن لا يرضي كل الناس، ولكن يجب أن يرضي أغلبية الناس. ما فيك ترضي كل الناس، ووصل إلى تمثيل يعني أقرب شيء إلى الحقيقة والواقع، ويصور الواقع السياسي في لبنان. طيب إذا بقانون الانتخاب في هذا التنازع بهالشكل ورشق تراشق، كيف نحن بنوصل إلى مرحلة من داوي فيها جروحاتنا الكبرى؟ في دايما أنا بقول في أربع ملفات جيوسياسية يعني رابضة على صدر اللبنانيين، وهذا منه لا موقف مبارح ولا موقف أول مبارح، هذا عبر التاريخ في كمول، في نوع من تراكمات. التراكمات أوصلت مثل ما بشوفها إلى أربع ملفات جيوسياسية كبيرة مش بإيد اللبنانيين حلها فقط. هي أولا الملف الفلسطيني، يعني وجود الفلسطينيين في لبنان المسلح وغير المسلح، وهذا الكم الديموغرافي في داخل المخيمات وفي خارج المخيمات، واتخذت هيئة الحوار عدة قرارات بإزالة المخيمات السلاح خارج المخيمات وما قدرت طبقته لأنه الوفاق السياسي منه موجود أو الإرادة السياسية منه موجودة، يمكن بسبب تدخل الخارج بهذا الموضوع. إذن الملف الفلسطيني أولا. ثانيا الكونتنسيو مع سوريا، عم تسمع هذا الموضوع لو مداوى بالأساس ما كنا وصلنا لهون، وما كان في مطالبات من قوى سياسية أساسية بلبنان بتوسيع منطوق القرار 1701 ليشمل الحدود الشمالية والشرقية. طيب إذن هذا الموضوع ليست المسألة مع نظام الأسد ولا مع هذا النظام ولا مع الثورة، لا، هي مع الدولة السورية التي ستقوم أو القائمة بين لبنان وسوريا. بده يكون في دفتر شروط بين دولتين حرتين سيدتين مستقلتين، بيتكاملوا بالعلاقات الاستراتيجية وبالشغل، ما بيتكاملوا باتفاقات تكون من على حساب. ثالث ملف هو السلاح الموجود في لبنان واللي استراتيجية دفاعية في خلاف عميق عليها. دكتور صفير، امبارح الجسم السياسي اللبناني التقى بأبهى حلي في القصر الجمهوري، الكل التف حول شخصين مركزيين، حول قداسة البابا وحول رئيس الجمهورية رأس السلطة في لبنان في القصر الجمهوري، قصر جميع اللبنانيين، وأيضا اللبنانيين تجسدوا بأبهى حلة باستقبال قداسة البابا. رمزية هالمشهدية هيدي ملفتة للغاية، هي أبهى صورة معقول نشوفها بلبنان برمزيتها. برأيك كمراقب ومتابع، ألا تعتقد أنه بمكان ما ستخلق ثغرة ما في أذهان وعقول السياسيين لكي ما تعمم هذه الصورة يعني في المستقبل وتترسخ؟ وقت بلشت الحديث حكيت عن ثلاث صور، منهم هالصورة هيدي، كان بالمطار وكان بالقصر. شو اللي بينقص لا فعلا هيدا بالشكل؟ نحن المحامين دايما منحط بالشكل وبالأساس، بالشكل ممتاز، بالأساس إن شاء الله تكون، بس ماني شايف إنه في أرضية صالحة لهالموضوع. شو اللي عم بيلوث هالأرضية؟ أول شيء عدم الثقة الموجود بين مش سياسيين، عدم الثقة الموجود بين الناس الملتفين حول هذا السياسي أو ذاك، خالق مشكلة حقيقية بالشارع أولا. ثانيا في خبرات مريرة عم بتمر فيها الناس وبعض السياسيين بتوصل إلى أنه الحلول اللي لازم تكون حلول عقلانية قائمة على واقع أن النظام في لبنان
يعاني، وهذا النظام يحتاج إلى تجديد. وقت اللي بيحتاج إلى تجديد يعني بدك تجدد النص الدستوري، بدك تجدد النوعية السياسية الحاكمة. مش معناتها تعمل ثورة، لا، الثورة لازم تكون بصناديق الاقتراع، بدها تكون بتغيير الذهنية اللي عم بيتعاطوا فيها الناس. السياسي إذا بيتصور بالأسر الجمهوري شيء جيد، وبيكون حول قداسة البابا وبدعوة من فخامة رئيس الجمهورية، بس what's next؟ شو بكرة؟ قداسة البابا يترك لبنان اليوم، تارك لنا إرث، تارك لنا زيارة تاريخية، تارك لنا إعادة لبنان إلى الخريطة الدولية في هذه الفترة العصيبة اللي عم بمر فيها كل الشرق الأوسط. تاركنا أن قداسة البابا تحدث لكل الشرق الأوسط مسيحيين ومسلمين من لبنان، هذا شيء أساسي، ما تحدث من غير بوابة. برأيك دكتور صفير، إذا هيك ما نحكي كمان بالشكل وعم نتخيل يمكن الأشياء أكتر، مش لازم هلأ تتداعى الدول مش الكنائس، الكنائس تمثلت يعني المعنية بالإرشاد الرسول الجديد، برأيك ليس يجب أن تتداعى الدول المعنية بهذا الإرشاد الرسولي لعقد هيك قمة ولو بالشكل أيضا تبين أنه صار فيه التفاف حول العناوين؟ يعني ما بعتقد أنه في كتير من الأنظمة بيدخل بحسابات الموضوع، مشان هيك بنشوف أنه في حالة تفلت، في حالة تفلت أدت إلى الربيع العربي، وهذا الربيع العربي مش أكيد رح يوصل إلى نتائج أكيدة إيجابية، بس قداسة البابا أضفى على هذا الواقع إيجابية معينة وحذر من النتائج. حذر من النتائج ليه؟ لأنه اعتبر أنه التطرف يمكن أن يطاول أبناء الديانة نفسها والديانات الأخرى، وهذا شيء خطر. لهالسبب ما بعتقد أنه الأنظمة عندها بعين الاعتبار هذا الموضوع. بعتقد لازم الكرسي الرسولي يقوم بمبادرة معينة، بعتقد لأنه الإرشاد الرسولي بده يتوزع على رؤساء الدول، وهذا شيء ضمن السياق الطبيعي للأمور، انطلاقا من أنه أعلن في لبنان، أعلن من بلبنان لأنه وبلد التعددية الفريدة، وهالتعددية هيدي مفروض تكون موجودة بكل الدول العربية، لأنه في خوف حقيقي من تناقص عدد المسيحيين إلى مستويات يعني خطيرة جدا، مثل ما عم بيصير بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل ما عم بيصير صار بالعراق، مثل ما في خوف أن يصبح في سوريا نتيجة الأزمات، يعني أن يدفع المسيحي ثمن الصراعات إذا ما استمرت طويلا. وبلبنان في واقع الشراكة الحقيقية اللي لازم يستمر، ولازم يكون في ثقة، مش بس لازم يكون مستمر لأنه هيدا واجب، لازم يكون مستمر لأنه في ثقة بين المسلمين والمسيحيين. من هنا تأتي الورقة التي قدمها سماحة مفتي الجمهورية باسم المسلمين في لبنان إلى قداسة البابا في القصر الجمهوري، لتؤكد على هذه الثوابت، باعتبار أنه التآخي والتجاور يعني الكوابيتاسيون والكوإكزيستانس بين المسلمين والمسيحيين هو واجب، مش من زاوية أنه لازم نعيش مع بعضنا، هو واجب من زاوية التأكيد أن المسلم اللبناني قادر يعيش مع الآخر، مش بس بده يعيش مع حاله. طب الفصل بين وهذا اللي قاله سماحة المفتي، نعم، الفصل بين الدين والدولة برأيك مش ببعض الأوقات عم بيحول دون التقدم هيدا بشكل أو بآخر، يعني لتطبيقه العملي ولأخذ الثمار المرجوة منه؟ يعني خلينا نقول من عدم التوازن، من عدم التوازن ما فيك تروح إلى نظام صحيح. تتروح إلى نظام صحيح بدك تمرق من عدم التوازن إلى التوازن. يعني النظام الطائفي في لبنان ليس هدفا، النظام الطائفي هو ميكانيزم، هو ميكانيزم يعني نوع من إطار معين للحياة السياسية والدستورية في لبنان. اليوم صار لنا من وقت اتفاق الطائف لليوم، والتطبيق السيء للاتفاق وعدم تطبيق فقرات من الاتفاق والوصول إلى ما وصلنا إليه، في نوع من قلة التوازن. هل قلة التوازن هيدي بدك تصححها تتوصل إلى مطرح فيه توازن بالتطبيق، وتيحسوا كل المواطنين وكل الطوائف بنفس الوقت أنهم ممثلين ومشاركين، ومش قرارات الدولة عم بتكون على حسابهم، ولا دايما في خلفية وراء أي قرار يتخذ من هنا أو من هناك، لا في السياسة ولا في الاقتصاد، لنوصل إلى مستوى نطور النظام السياسي بلبنان ليصبح فعلا في فصل للدين عن الدولة،
هذا مش معناته بدنا نلغي الطوائف، لا، طوائف موجودة ولازم يكون عندها كيانة ولازم نحترمها ويكون عندها صوتها وفضائلها وتحكي بالمبادئ الأساسية اللي بيحكوا فيها الأديان، ولكن ما بيصير لبنان يكون دولة ديوقراطية، ما بيقدر يكون لبنان دولة شمولية أيا تكن الأديان والمذاهب اللي بدها تحكم. هذا واحد. ثانيا، الإطار اليوم نحن نعيش في إطار غير متوازن على الصعيد السياسي والدستوري، هذا بده تصحيح، وإذا ما تصحح اليوم سيكون غدا أصعب تصحيحه وبعد غد أصعب تصحيحه. من هون قداسة البابا بيقول تعايشوا مع بعضكم، عيشوا، حافظوا على سمات لبنان في هذه المنطقة من العالم. وخاطب العالم العربي انطلاقا من لبنان، لأنه بعد بلبنان هنالك نوع من توازن معين بين الطوائف وبين المواطنين. سنغوص أكثر بما قاله البابا اليوم دكتور صغير، ولكن رح نتوقف هلأ مع كليب خاص بالمناسبة أعده المونسنيور منصور لبكي. بزيارتك لعنا يا مار بنيديكتوس، شاعر رجع فينا حل الروح القدوس، غنت روابينا بزيارتك لعنا. حامل معك للشرق زوادة مواعي فيها الفرح والعيد وبشارة فجر جديد، لبناني ضل بلاد نشيد الأناشيد بزيارتك لعنا يا مار بنيديكتوس، شعر رجا فينا حل الروح القدوس، غنت روابينا بزيارتك لعنا. كنيسي من تشرى مزروعة وين مكان، هيك اللبناني وصلوا لكل الأوطان، حملوا الرسالة بعيد حرية والإيمان بزيارتك لعنا يا مار بنيديكتوس، شعر رجع فينا حل الروح القدوم، غنت روابينا بزيارتك لعنا. من وادي القديسين أرض الكنعاني قدمنا للسماء أجمل مزهري، بفضل علينا أماني محميين بزيارتك لعنا يا مار بنيديكتوس، شعر رجع فينا حل الروح القدوس، غنت روابينا بزيارتك لعنا. بزيارتك لعنا يا مار بنيديكتوس، شعر رجع فينا حل الروح القدوس، غنت روابينا بزيارتك لعنا. أعود مشاهدين لضيفي في الاستوديو الدكتور أنطون صفير. دكتور صفير، قال البابا اليوم أن اتباع يسوع يعني حمل الصليب للسير معه وعلى طريقه، هو طريق شاق ليس طريق السلطة أو المجد الأرضي، إنما الطريق الذي يقود حتما إلى التخلي عن الذات. برأيك اليوم إلى أي مدى نحن قراب من هالمعادلة، خاصة على الصعيد المسيحي؟ طبعا يعني على الصعيد المسيحي إن كان في موضوعين بهذا الإطار، في موضوع السياسي وفي موضوع الناس. في السياسي، مجمع الفاتيكان الثاني بحدد السياسة على أنها فن شريف شديد الصعوبة يبغي الخير العام، تحكي عن ذاته، فن شريف شديد الصعوبة
يعني ما بتقدر تاخده بالوراثة وبالاكتساب، بدك تشتغل عليه. يبغي الخير العام. منشوف قديش في امبراطوريات بنيت على الخير العام وقديش في امبراطوريات سقطت بالخير الخاص. إلى أي مدرسة سياسية نفتقد اليوم؟ نفتقد إلى المدرسة اللي يعني خلينا نقول ما فينا نعمم، لأنه مش علي ولا على حضرتك أنه نقاضي الناس. مدرسة فؤاد شهاب الإنسان، مش مين كان في حد وشو عمل. يعني الرئيس الذي يدخل ويخرج كما دخل، يعني هيدي يعني أمثول كبيرة لازم تكون بالسياسي. اثنين، في الناس بلبنان عم نغلط بين شيئين، بين الوجود المسيحي وبين الحضور المسيحي. الوجود المسيحي لا يمكن لأحد أن يقضي عليه إلا المسيحيين أنفسهم. ليه؟ entre l'existence et la présence. L'existence, الكنيسة اللي غير ظاهرة في الصين هي كنيسة موجودة وفاعلة وتحت الاضطهاد. من هون بيجي بالإرشاد بيقول، بينذكر بيقول هذا الشيء. طبعاً بيقول بشيء أساسي بالبلدان اللي فيها الحرية الدينية 100% هي تاج الحريات وهي حق مقدس، حتى بالبلدان المعنية بسينودوس أيضاً من هذا شيء أساسي. هو دخل إلى هذا الموضوع وبيقول أكثر أنه لا يجب أنه تشخص يمارس حريته الدينية يكون في خوف على حريته الثانية، يكون في خوف على أمنه، على مستقبله، على عيشه. ولكن هذه الطبيعة الإنسانية بالنهاية، هذه الطبيعة الإنسانية، بس وقت في ديمقراطية، وقت في ديمقراطية، هذه الديمقراطية بتحمي الأقل والأكثر والمتدين واللي تارك الدين وكل الناس، بتتركهم بيشتغلوا ضمن إطار الوطن، ضمن إطار القوانين المرعية. أما الحضور، هون فرقت. إذن الوجود هو الإنسان المسيحي بيعمله، إذا كان مؤمن بالتعاليم، ممارس فيها، متعمق فيها، عم يلتزم بهذا الموضوع. أما الحضور فهو حضور في السياسة والاقتصاد والمجتمع. هذا الحضور اللي بيصير بخطر وقت اللي بيصير فيه عدم مشاركة متوازنة في السلطة، لأنه بيطلع قوانين، بيطلع قرارات، توصل إلى قانون انتخاب غير متوازن كما كان يحصل في السابق، توصل إلى مشاكل بتعرض هذا الحضور وتدفع الشباب إلى الهجرة. ومن هون الإرشاد الرسولي السابق سنة 97 بيقول في هجرتين عم بيتعرض إلهم الشباب اللبناني، الهجرة النفسية والهجرة الفعلية. الهجرة الفعلية بترك الوطن وبسافر، وأغلب اللي بيسافروا لن يعودوا. أما الهجرة النفسية فهي أن يبقى الإنسان في لبنان وفائد أمله ويستقيل من أي مبادرة، ويستقيل من أي ليه. وهذا شيء موجود بمجتمعنا وحدنا وبضياعنا، من الناس اللي بحاجة للاستشفاء، من الناس اللي بحاجة للتعليم هلأ على أبواب المدارس، مش كل حدا في هاجر ويسافر طبعاً. من الناس اللي عايشي يعني بعدم أمل، ما في أمل. هيدا عم بحكي على صعيد الإشياء الكوربوريل المادية. نعم. طيب نحن وقت اللي بدي أحكي كمسيحي مؤمن، الرجاء أهم شيء. ليه الرجاء أهم شيء؟ لأنه الرجاء بخليني عيش بظل كل الكآبة والأزمات الموجودين فيها. إذا ما كان عندي هيدا الرجاء، ولو أي نظام مثالي إجا، لن أكون قادرا أن أتفاعل كمسيحي، وسأصبح رقم مثلي مثل غيري، وين ما كان مثل دول العالم الكبيرة، أرقام آي دي بيحطوا له رقم. وهذا كان من أبرز الشعارات البابا يوحنا بولس الثاني، أبناء الرجاء الدعوة إلى أن تكونوا أبناء الرجاء. وقت اللي بيقول الشباب مستقبل الكنيسة ولبنان، البابا بنديكتوس السادس عشر، يلاقي ما قاله البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بال94 بيقول شبابكم غنى لا تجعلوه فقرا، شبابكم غنى لا تجعلوه كفرا. بالحديث عن الشباب دكتور صفير وحضرتك شيخ الشباب أيضا، مبارح تجلى هذا المشهد بصرح البطياركي في بكركي. يعني تلقف هذه المشهدية الاستثنائية، يعني اللي صار مبارح ببكركي بتصور رح يخلق فعلا مرحلة جديدة بالتعاطي مع الشباب اللبناني بشكل عام، مسيحي بشكل خاص. برأيك اليوم أمام هذه المشهدية
شو الخطوات المقبلة يلي لازم الكنيسة تقوم فيها بشكل مركزي؟ وما ننسى أيضا أنه إصرار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه يتخصص الصرح البطريركي من كل محطات الزيارة البابوية يخصص بهالاحتفال هيدا بالذات. يعني مهم أكيد موقف غبطة السيد البطريرك مهم، لأنه هو بالذات بيتفاعل مع الشبيبة وأقام يوم للشبيبة في بكركي من فترة. نعم، وهذا شيء أساسي. نوجه التحية للقيمين من خلال لقاء تجمع يسوع فرح. طبعا يعني هذا شيء أساسي، منهم الأبونا أبونا أبو هدير يعني، ومنهم كل هالناس اللي عم تشتغل. هذا شيء أساسي لأنه الكنيسة هي كنيسة الشباب اللي بدها تخليهم، ما في ستاج بالحياة بكل شيء، مش بس بالمحاماة، في ستاج بالحياة. لسبب أنا بقول ما بيصير شخص يجي فقط بالوراثة يستلم، هذا الشيء مناقض لطبيعة الدنيا، بده يكون كفوء وأهلا وسهلا فيه. بس مقدس بلبنان أيضا موضوع الوراثة. لا، وقت اللي بيكون مقدس معناتها نحنا لازم نستقيل كلنا سوا. موجود الوراثة كويسة إذا كان في كفاءة، الوراثة وغير الوراثة مش كويسة إذا ما في كفاءة، لأنه غير الكفوء بورطك وبورط حاله. من هون منشوف القانون اللي عم تعمله اليوم، بيقول لك بدنا ننتخب النائب فلاني لأنه عملنا الخدمة الفلانية. أنا بحييه، بس ما بقدر انتخبه وسلمه مقدراتي لأنه لح يشرع قانون لعشرين سنة مقبلة، لثلاثين سنة مقبلة، قانون الإيجارات بس للحسابات. هون لابد أنه نشير دكتور سفير أنه هالصور المباشرة عم تأتينا طبعا من دير سيدة النجات في الشرفي بانتظار وصول قداسة البابا بعد دقائق من بعيدة لنعقد اللقاء البابا المسكونة. يعني قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، بس للمعلومات، بيلتقي بوزير الخارجية اللبناني الأسبق فؤاد بطرس سنة 79 بعيد انتخابه، بيقول له أنتم مثل بولندا، بلد محتل، بلد يعاني كل الأزمات، بلد الدول اللي حده ما عم بتلاقي له الحلول، بالعكس عم بتلاقي له المصاعب وعم بتكون ساحة لصراعات الآخرين. من هون ما قام به الكرسي الرسولي طوال سنوات، بيسألوا روما شو عملت؟ عم بتصلي. لا، الصلاة مهمة، الصلاة مهمة، بس كمان في أكت، في أعمال. كم موفد بابا وأتى إلى لبنان وخرق الحصارات، من بيرتولي لكازارولي لا جان لوي توران اللي اليوم كان مع بزيارة وحكي عن الموضوع اللي هو من فرنسا الأصل، لا سيلفستريني، كل هودي، لا لويجي جاتي اللي كان سفير هون. بيبعت البابا يوحنا بولس الثاني الأب هيجاز الله يرحمه، قعد بدير مشموشة بجزين تا يحمي جزين من المشاكل والمجازر واللي تعرضت إلى غير مناطق في لبنان. البابوية وقت اللي بتحكي مسيحيي مسلمي العالم عم بتحكيهم من زاوية هيدي الحضارة اللي لازم تستمر، اللي هي حضارة المحبة. حضارة المحبة مش حكي، حضارة المحبة قبول بالآخر، قبول. ليش اليوم بمجتمعنا المسيحي بالذات بضيعنا بسبب خلافات سياسية صغيرة بين موالاة لهذا وذاك؟ الإخوة عم بيمسوا بشرعية بعضهم، وهي أول شرعية، شرعية الأخوة. كيف الخبرية؟ دكتور أنطون صفير، بدقيقتين رسمنا خارطة الطريق بشكل عام، بدي من حضرتك خارطة الطريق من الأمنيات نختصر فيها هالدقيقتين المتبقيين لنا معك. أمنيات مواطن لبناني مسيحي مشرقي أمام كل ما تابع في اليومين المنصرمين وما سيتابع اليوم ابتداء من التنين من بكرة، شو برأيك دكتور أنطون صفير على كل لبناني مسيحي أنه يعمل ليبلش فعلا يبلش بمرحلة جديدة من حياته؟ سنة 1180 كرسي روما يقول أنه يعترف بالأخوة الدينية مع الموارنة. سنة 1180 بعد يصير في زيارة للبطريرك إرميا العمشيتي إلى روما، تبدأ هالعلاقة، بتمرق بعواصف وبتمرق بطلعات وبنزلات حسب الأمار، بس ما بدق لا بالعقيدة ولا بالجوهر. نحن مدعوين اليوم أولا كمسيحيين في لبنان تنقول أن هذا الآخر في السياسة هو أخ لي في الدين،
وفي الوطن وفي الإنسانية. والآخر اللي منه مسيحي هو أخلي في الإنسانية وفي الوطن، لنبني معا وطن الشراكة والرسالة والمحبة، وإلا مثل ما انحكى بالرسالة اللي قدمها مفتي الجمهورية، إذا خسر لبنان المسيحي اللبناني سيخسر المسلم في كل العالم العربي، لأنه بده يخسر رسالته اللي هي التواصلية. واليوم وقت اللي في فيلم مسيء للإسلام، أنا كمسيحي عم بيدقوا فيي. ليه؟ لأنه وقت اللي بدق بقيم الأديان، أي دين اللي كان، خصوصا الدين المسلم اللي هو أكترية في هذه المنطقة من العالم، أكيد أنت عم تتعرض لي، لأنه اللي بيتعرض لدين يتعرض لكل الأديان. دكتور أنطون صفير، على أمل اتحاد القلوب حول هذه الأمنيات، بدي أشكرك جدا على حضورك لاستوديوهات الام تي في. إذن مشاهدينا، أعود بعد قليل مع ضيف جديد لمواكبة وصول قداسة البابا إلى دير سيدة النجاة في الشرفة. هللويا 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 هللويا.